هيلثي واي. صبحكم مزيان ومرحبا بيكم في الهيلثي واي. اليوم حبيت نحكي لكم على واحد من الفحات اللي تعودنا نستعملوه خاصة في تفويح الدجاج واحنا توا على باب راس العام. اكيد الحراير اللي سمعوني عارفوا على شنو باش نحكيوا. اي نعم باش نحكيوا على الزعتر. الزعتر قيمة غذائية كبيرة برشا. انفيت كل 100 غرام زعتر نلقى فيها 160 ملي غرام فيتامين سي، 405 ملي غرام كالسيوم، 600 ملي غرام بوتاسيوم، 100 ملي غرام فوسفور و17 ملي غرام ملح حديد. هذي كل يخلي المنافع متاعو تكون كبيرة برشا خاصة في الشتاء وين النجم نعملو انفيزيون بالزعتر. ولهنا نأكد باش منغلي وش جوست الماء هو اللي يغلي ونحطو فيه شوية زعتر ونطفيو عليه. هكيكا نستفيدو من الماكسيموم تاع الفوائد اللي فيه. هالانفيزيون هايلة برشا في حالات الكريب خاصة انك تبدا عندك الكحة ودي بخيفيرانس تزيدو شوية عسل. كيف كيف الزعتر يخفف وجيعة الراس سورتو انه الزعتر عنده خصائص مضادة للفطريات وللبكتيري. الزعتر مفيد برشا للجهاز الهضمي يساعدنا على تنظيف بدننا من السموم. اون بلوس يحفز خلايا المخ باش ينتجوا هرمون السعاده. هذيك علاش ننصحوا بالانفيزيون تاع الزعتر قبل النوم كوم اجون انتي ستريس وتقاوم زاد الاكتئاب. نتعديو الاكس اخر وين نلقاو الزعتر يخفف من مستوى الكوليسترول في الدم ونكملوا بهالاستوس هذيه خاصه للناس اللي عندها الروماتيزم. ننصحها بالويل اسونسييل متاع الزعتر تدهن به مفاصلها وتلف بالالومنيوم سي تري افيكاس. جربوها وتفكروني. كنكونوا كملنا اليوم. ما تنساوش باش تتبعونا وتخليكم ديما ديما on the healthy way. healthy way.